على بركة الله نبدأ حلقة هذا اليوم. معالي الشيخ بارك الله فيكم، السائل يقول في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل والذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. يسأل عن تفسير هذه الآية بارك الله فيكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وأصحابه أجمعين. يقول تعالى: يا أيها الذين آمنوا بالله. أمر الله المؤمنين أن يؤمنوا، بمعنى أن يداوموا على الإيمان وأن يستزيدوا من الإيمان بالأعمال الصالحة. آمنوا بالله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا معنى الشهادتين: شهادة لا إله إلا الله وشهادة أن محمدا رسول الله. آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي أنزل على رسوله وهو القرآن الكريم، والكتاب الذي أنزل من قبل، يعني الكتب السابقة كالتوراة والإنجيل والزبور، صحف إبراهيم وموسى. فيجب الإيمان بجميع الرسل من أولهم إلى آخرهم، ويجب الإيمان بجميع الكتب التي نزلت على الرسل من أولها إلى آخرها. فمن كفر برسول فإنه كافر بجميع الرسل، ومن كفر بكتاب من الكتب السماوية فهو كافر بجميع الكتب. وهذا من أركان الإيمان: تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. نعم.